هتعمل ايه لو صحيت الصبح لقيت الحنفيه ما بتنزلش ميه؟ هتنزل من غير ما تغسل وشك؟ من غير ما تاخد دش؟ طب هتعمل ايه في اكلك؟ في شربك؟ لو استحملت يوم هتستحمل يومين؟ ثلاثه؟ اسبوع؟ بطله القصه اللي معانا النهارده استحملت 4 سنين من غير ما يكون في وصله ميه في بيتها. الست نعمات واحده من 92 مستفيد اتعمل لهم وصلات ميه في نجع المهادات في محافظه الاقصر. ازيك ست نعمات؟ الله يبارك. عامله ايه؟ الله يخليك يا رب. تمام الله يخليك. الله يطول عمرك. قولي لي انت قعدتي قد ايه ما عندكيش ميه هنا؟ 4 سنين. اخد الجركن انت يدي واروح اخبط على الباب يطلعوا لنا. كنت بتعملي من عند مين بقى؟ عند جيراننا في نص البلد. جوا في البلد. واملاهم جركن على راسي وجركن على يدي. وانت راجعه بقى المشوار كان بيبقى عامل ازاي؟ نص ساعه. ادل الجركن واخد نفسي واشيل تاني واجي. طيب انت دلوقتي خلاص كنت بتيجي تحط الجراكن هنا وتحط جراكن للحمام وجركن للمطبخ وجركن بالطلب. الحمام بالطلب. بالطلب؟ بالطلب بالراحه يعني. على مهلكم على الميه. مره واحده لقيتي حد جاي بيقول لك هيتوصل لك ميه. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ شفت الناس بتكحت خط. بتكحت خط. لما بيكحت الخط ده بقول ايه؟ بره في الشارع. في الشارع. ايه في هنا؟ قالوا والله ده بيركبوا ميه. فرحت فرحه ما تتلحقش. يا سلام الميه هتجينا؟ الميه هتجي قدام بيتنا؟ قالوا والله يا نعمات الميه هتجي قدام بيتكم. ركبوا لك المواسير؟ والميه اول بقى ما شفتي المياه نازله من الحنفيه بقى كده خلاص بيتك خلاص الناس خلصت وقفلتي الباب وفتحتي بقى ايه الحنفيه لقيتي المياه نازله. سجدت لله. والله سجدت لله حياه الله. قلت والله ما يعدي علي عطشه. بس تنعمات بقى قولي لي يعني بتحلمي بايه كده بعد المياه ما دخلت هنا؟ نفسك في ايه تاني؟ نفسي في السطح والله. نفسك سبهولي ده السقف يتصب. عشان لما تيجي المطره بتاخدني الجيران. تروح عند الجيران؟ عند الجيران أبقى عند الجيران أبقى مشغولة على بيت. إن شاء الله إن شاء الله كل اللي أنت نفسك فيه يتحقق بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. شكرا ست نعمات. الله يبارك. شكرا لك. ربنا يخليك. لا أنت تاجي تشرب شاي أنا هعزمكم على شاي. ربنا يخليك يا رب. لا. ربنا يخليك والله. تسلمي لي الضيافة بتاعتكم. تسلمي. لا. تسلمي ربنا يخليك. تفضلي. الله يبارك. تفضلي. الله يبارك فيكم يا رب. خشي شمال. قولي لي بقى ولعي كده ولعي. بدي اشرب شاي؟ اشرب شاي. بس المايه ما شاء الله يعني. لا المايه نظيفه. نظيفه. بص فيها. ميه جميله. لا باين عليها ميه جميله مش مأكرة ولا في فرق بين المايه دي والمايه اللي كانت. لا دي صبيه قوي لكن بص كده دلت الخطوط اتغيرت وبقت حاجه غرام. طب الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي بقى طعم الاكل بقى حلو. كويسه. وبص التنكه بتدوي كده. الميه فيها حلوه كده. ايوه وانتوا اللي حلوين. الله يبارك. تسلم ايدك يا رب. تبارك. طب انت المايه دي بتمليها منين؟ انا مش شايف حنفيه هنا. بره والله الحنفيه. الحنفيه بره. هي دي بقى الحنفيه. الحنفيه. الحنفيه دي بتملي بيها الايه بقى؟ بملى بيها جراتني ومواعيني جوا. طب والخرطوم ده بيروح فين؟ الخرطوم ده بملى بيه الكرم. كرم البره. الناس العطشة. انت حاطه كل من بره. طب تعالي وريهوني. تعالي. تعالي شوف. انت حاطه الكل من هنا بره. حطاها هنا عشان الناس الغلابه تشرب. الناس اللي معديه تشرب. اللي ماشيه تشرب. اللي قاعده تشرب. كله يشرب. ايه اللي خلاكي تبقي عايزه تحطي الكل من ده؟ عشان جانا الخط قدام الباب. ربنا يبارك في مصر الخير. اول ما لقيت الميه جات جبت كرمه عشان الناس تشرب. تدعي لكم تدعي لمصر الخير. شكرا لك. انتوا جميلكم عبره.
فاقد الشيء هو أول واحد بيعطيه، والست نعمات أول ما شافت المية نازلة من حنفية بيتها حطت الكل من بره البيت وحلفت ما يعدي من قدام بيتها حد عطشان، عشان وجود المية في البيت هو حقها. شافت إن حق الناس عليها إن هم يشربوا من الكل. الست نعمات واللي زيها مثال حقيقي على إن مصر هيفضل بخير.